كل واحد منكم رجال عارف مكانه زين. انا عاوز الحراسة تحاوط الجبل طول الليل من غير اي حد ما يحس بيكم. فاهمين يا رجالة؟ فاهمين يا كبير. وبعدين يا ناجي، جرالكم ايه علي حسان؟ لو انت تعالكوا معانا ولا ايه؟ صبرك همام، هتعرف كل حاجة دلوقتي. مناع! قصر الكلام يا همام وقطع فرطه. انت تطلع كام نفر حراسة لحدود الجبل من نواحيكم. مش عايزين حد يدخل وسطنا. أغراب زي اللي انت دخلتهم يا همام. أغراب ايه؟ مفيش أغراب ولا حاجة. ده واحد صاحبي من الخواجات. ولو عايز تعرف جاي لي ليه؟ أقول لك. أنا ما يهمنيش. جايب لي قنابل. قنابل ممكن تهد النجع باللي فيه. قنابل؟ أهو ده اللي كان ناقصنا هو كمان. اسمع يا همام. همنا بيننا وبين بعضنا مقدور عليه. لكن لما الهم ده يجينا من بره هيبقى خطر وهيحطه فوق راسنا كلنا. خطر ايه اللي محوطنا ده؟ الحكومه بتفتش نواحي الارض الجديده، بدهم يعطروا على اي دليل يوصلهم لغايه هنا. افهم. ولو الحكومه عرفت ان في حشيش ممكن يتزرع هنا هتلاقي الطيارات فوق راسنا والجيش هينزل يحوطنا من كل ناحيه وهنروح بدهيه كلنا. افهمت؟ جيش؟ طب والعمل ايه دلوقتي؟ احنا نبني عشش وخيام في ارض الجديده ونقعد هناك. كم بيت من عندنا وكم بيت من عندكم هيفتكروا دي نهايه المطاف. والحكومه لما توصل لحد هناك يقطعوا العشم يخشوا في الصحراء ويوصلوا لجبل العين. فكره زينه يا مناع. انا معاك يا كبير في اللي بتقوله. وادي يده، حطها في يدك. اللي بيني وبينك يا همام كبير أكبر بكثير من نحط يدي في يدك. يلا رجال اعملوا لكم هم، حملوا البوص ده بسرعة. ودي هناك وانت حط هنا. يلا رجال اعملوا لكم هم واسمعوني كلكم. ده المطرح اللي هتعيشوا فيه لحد ما نجمع الحشيش. يا رئيس بغوري، بقول لك مش ممكن يصبوا علينا قبل ما نودوا حاجاتنا هناك؟ طمن يا شوقي، ناجي ومناع قاعدين عند المقاول ومش هيخلوا حد يتعتع من مكانه الا لما نخلص. يعني الليله لازم نبيتوا في البيوت دي كاننا عايشين العمر كله هنا. شايل شوقي، خد الحبال دي هاتهم للحريم يعملوا بيها حبال غسيل ينشروا عليها خلقاتهم. عايز اي حد يطب هنا يعرف ان احنا عايشين هنا من زمان. سبحان الله، كل البيوت دي اتنصبت في يوم واحد. بقول لك ايه يا ابوي، شكل مناع مش هيعرف يطلع حد من الارض بعد الغمه دي ما تنزاح. جت للبندريه على الطبطاب ومش هيطلعوا منها ولا بالطبل البلدي. وبكره العشر بيوت بتوعهم يبقوا 20 ويقولوا دي ارضنا بوضع اليد. معاك حق يا شاهين، عشان كده لازم نحذر مناع، والا الايام اللي جايه هتبقى ايام كحله. يلا يا رجاله هموا شويه بالوكل خلي الناس تتغدى. ربنا يكرمك يا مناع بيه. مناع بيه متوصى بيكم في اللحمه قوي. والله طالما مالك توكل فيهم ما ينفعوا ابدا ولا يخلصوا شغل. لا احب على قدكم، انا عايز البيوت دي تخلص قبل الشتاء اللي جاي. احنا فين والشتاء فين؟ مش حكايه مباني وبس يا باش محاسب، في تشطيب محاره وسباكه واللازم منه. انت خاف ليه كده من الشتاء يا مناع بيه؟ ابدا، عايز امن اهلي وناسي، اعمل لهم حاجه، ابني لهم بيت من الخرسانه والطوب. الا بالحق فين اهلك دي؟ انا بقالي كتير ما شفتش حد منهم. بتسأل ليه يا باشمهندس؟ عايز اشوف العيلة اللي ليها راجل زيك عاتل همهم وبيسعى لصالحهم. ما هو لولاهم برضك ما كناش عمرنا الأرض دي وزرعناها وجالنا خير وكلنا وبعناه وكسبنا والحمد لله. يعني هم قاعدين هنا في العزبة؟ بعيد، على حدود أرضي مع الصحراء. وبقول لك يا باشمحاسب، احنا طبعا صعايدة، يعني ما ينفعش حد من الناس اللي شغالين معاك يعتبوا ناحية الأرض. البيوت عندينا ليها حرمة، ولا إيه يا باشمحاسب؟
في دي عندك حق يا مناع بيه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اضحك عليا؟ اشتريت شوية حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي نضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو، دي المفروض انها قنبلة، أول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وتموتنا. ايدي 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 القنبلة، القنبلة في شنك. ما قلت لك حتة حديد خردة في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. كده كده يا ستيف تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان ضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم، انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور، كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتجت له فطيسك ده، اتجت له فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المرة دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجة اسمها عيلة حسان وعيلة البنداري، النجع كله بقى عيلة واحدة وفيها ملك واحد بس هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك النجع، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كدك دي، ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. اه افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس؟ اه، من يوم ما سرقت الفلوس محدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندرية عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجة بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم. واحد من امريكا الجنوبيه هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد، زرعت الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطر يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طلعتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني ايه يا مناع؟ تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. اعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي، ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه، اوعى تضرب مكانك، اوعى تضرب، ما تضربش. بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. الحياه يا بابا، انت هتبص علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص فيها شايل. لقيت واقف بيتجسس علينا من غايه ابوي. الراجل قليل الحياه ده كان متداري وسط الدرع هيبص علينا. خلاص يا نفيسه روحي، ادخل يا حرمه منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اسالوا مناع بيه صاحب العزبه، هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك، اللي انت عملته ده عيب. وانا اعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت مناع بيه وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض، تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياه. الجوع الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض،
يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شاهين. ايوه يا ابوي. رجعوا مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نوحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذري تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا محقوق لكم، ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كد كده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر. انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت تلموكم، وده حقكم ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتاكدت انهم ناس شرفة ومكافحين، ومنعه هو املهم في حياه كريمه. انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجه مخالفه ولا سبق لهم زراعه اي مخدرات. انا فحصت التربه دي كويس، واضح انها ارض بكر وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. انا شايف اصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول. وفي عند ستك الكميات والاسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضره الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو، وانا في ايدي ايه اعمله يا حبيبي؟ لما يرجع بابا اقول له ما يسافرش تاني. هقول له لو قال هيسافر تاني انا وتوفيق هنضربه لغايه لما يحر. ربنا يجيبه بالسلامه. يا حسان يا توفيق. جدو جه جدو جه جدو جه جدو. كيفك يا توفيق يا عفريت؟ اهلا اهلا اهلا. معقول وحشتوني قوي؟ معقول يا بابا سيبوني في الظروف اللي انا فيها دي؟ ما هنش علينا نسيبك. معلش يا بنتي انا غلطان. لا ابدا يا حبيبي، انت عمرك ما تبقى غلطان. ازيك يا ماما؟ وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ انا عارف يا نور كل عينا بايه من ده كله. خلاص بقى عليا، قعدنا كام يوم في بيتنا ورجعنا تاني، ايه المشكله؟ ما تقول لبنتك حاجه وتطمنها على جوزها بدل ما شككتها فيه ولا هو كله عنده وخلاص. في ايه يا بابا؟ مناع ماله؟ حصل ايه؟ زي الفل يا بنتي زي الفل. كان في شويه حاجات كده قلقين من ناحيته، لكن خلاص اطمنت وهطمنك على كل حاجه. غياب الضابط اللي عامل نفسه محاسب ده مش مريح قلبي، خايف اسال عنه الشك يدخل قلب المجاول. يمكن الرعب اللي شافه مننا خلاه يحرم يهوب يمه الارض كلها. وجايز ما يكونش ضابط ولا حاجه، ولما خاف على عمره طفش. لا لو كان كلامك صح كان جاب سيرته او حتى عاتبني، لكن ده بيتعمد يهرب من سيرته قدامي. على اي حال احنا نعمل احتياطنا ونريحوا بالنا. الشاي اهو، انا ادخل اقعد مع نسمه شويه، ولما تاجي ماشي نادم علي. ادخلي بس اياكي ما تناميش جوه. ولا تنام هيحصل ايه يعني؟ هي غريبه. خلينا في المهم، انا عايز اعوز على شهاج، عندي مشاغل كتيره هناك. توكل انت على الله، واحنا مش هنخلي مخلوق يهوب ناحيه النجع كله. يعني ما عايش حد يعرف ان في حد عايش ورا الجبل من اساسه. لو كان الجدع المحاسب ده تبع الحكومة صح، يبقى لازم تستنى وسطينا لحد ما نعرف هو غار على وين. خايف يكون الطريق مترجم من الحكومة واحنا مش دريانين. واللي مخوفنا اكتر اني طالب سلاح من المحروق اللي اسمه بني ده، وما عرفش هيجيبه ميتة ومن انهي طريق. وكتاب الله من بيحبك وموت فيكي وما طلقش مرته الا لما عرف انك اتطلقتي. وايه الفايدة؟ وفاكر يعني ان مناع ولا عم ناجي هيقبلوا يتجوزونا لبعض؟ وليه لا؟ بكره نفوس الصافه ما دام بقينا كلنا بمركب واحد ومصلحه واحده. على رايك اللي يخلي مناع يزرع الحشيش من تاني يخليه يوافق على اي حاجه بعد كده. عين العقل اهو قد التفكير. بس لو النجع كله وافق انا ما اقدرش اتجوزه، ما اقدرش اخد راجل من على مرته وعياله حتى لو عشت من غير جواز طول عمري. يعني ايه؟ اقول له ما فيش فايده؟ لا، قولي له يرد مرته يا زينة، مرته وعياله أولى بيه. ربنا ما يجعلنا من خرابين البيوت. على كده مش هتوفقي على الكلام اللي بعتهولك معايا. كلام ايه؟ هو في بينا كلام؟ واضح ان كان في زمان انه قال لي نفسه يشوفك في نفس المكان اللي كنت بتقابلي فيه، وده ملوش غير معنى واحد، ان الكلام اللي اتقال عليكم
صح كلامي يا اختي. قطع لساني اللي يقول عني كلمة عفشة. قولي لاخوكي بعد عني يا زينة، يمين بالله لاقول لاخويا مناع على العمايل السودا دي. واه حقك عليها بنت الناس، انا بلغتك الرسالة وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. مع السلامة يا اختي، وما عدتيش تاجي بكلامك الماسخ ده. الاختشوا ماتوا. اللي ناقصه حاجة يا رجالة يتكلم، الوكل كتير وخربنا كتير. واللي رجالتك يشد حيلهم يا ريس، عايزين نخلصوا من هم المباني دي. اطمن الرئيس ناجي، كلنا يومين ثلاثة وكل حاجة تخلص إن شاء الله. أمال فين المحاسب اللي كان بيتنطط زي الكرة الكفر؟ والله اديته حسابه وزعطته. زعطته ولا هو اللي مشى من روحه؟ والله يخاف على نفسه لما قرايبك زبطوه اتجسس عليهم في الدرة. آه قالوا لي، وأنا جيت النهاردة عشان أسم بدنه بكلمتين وأعرف إن البيوت لها حرمة. الله يحقك عليا، هو غريب؟ غريب؟ ومن تاني غربة في رجالتك؟ ولا مطمن لهم كلهم؟ لا رجالتي زنين ومفيش حد غريب ان شاء الله. واحنا كمان نعرف الاصول وزنين، والاصول بتقول ان اول مره تحذير ولو اتكررت هيبقى فيها قتل. حظ الله بيننا ما بين بيوتكم، احنا لنا شغلنا نخلص ونتكل على الله. عجبتني، وادي بقيت حسابك اها عشان تكمل شغلك معانا وانت مطمن ونفسك راضيه. راضي ان شاء الله. عم ناجي لو في مصلحه ابقى شيع له. حاضر يا ولد اخوي. بارك الله فيك، شدوا حيلكم احسن بكثير. يلا يا رجاله ان شاء الله. سلام، مع السلامه. واتكل يا زرزور، انا سناجي. حبيبتي وحشتيني 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 قوي، وحشتيني قوي قوي قوي. كده يا همام، انا غلطانه اني جيت لك. ليه تقولي كده؟ طب انا حتى جيت قبل منك، بس كنت براقب المكان لا يكون حد شايفنا ولا حاجه. ما تخافش، انا واعيه زين، انا مش ناقصه حد يتكلم عني تاني. ينقطع لساني اي نفر يقول كلمه عنك يا بت حسان. ده انا عمري في حياتي ما شفت اشرف ولا اطهر منك. علشان كنت هجمت عليا كاني واحده رخيصه ملهاش كرامه. واه مين قالك ده؟ طب ده اللي انت ما تعرفوش يا نسمه ان كرامتك عندي اعز واغلى من كرامتي. لو كلامك صح كنت صنت حرمتي. حاولت يا نسمه، حاولت لكن ما قدرتش، ما قدرتش اشوفك في حضن راجل تاني يا نسمه. انا طول عمري عارف ان انت ملك لوحدي، والدليل على كلامي ده ان ربنا حفظك ليا. وانا ربنا حفظني ونسيك انت؟ كفايه ان ربنا حفظ قلبي وما دخلتوش واحدة غيرك. يا فرحة بقلبك، معوز لي وفضيلك عيلين والتالت في السكة في بطن جميلة. ويه يعني؟ هتجوزك وخلف منك اثنين وثلاثة وعشرة كمان، هنغلب في وكلهم ولا هنغلب في شربهم؟ وبعدين عيالك هيكونوا الأقرب لقلبي. عارفة ليه؟ عشان منك انت. ما تحلمش، مفيش حد عندنا هيوافق، لأخوي مناع ولا عمي ناجي. يا حبيبتي أنا عشان خاطرك أعمل خدي مداس المناع، واتنزله عن كبرنيت الناجع كمان، واكون اول واحد يطيع اوامره. خلاص منك ليهم تصطفوا، بس خد بالك مناع اخويا اهون بكثير من عمي ناجي، وعايزاك لما تشوف اخوي
تبقى تقول له على العشره اللي كانت بينكوا علشان قلبه يحن ويوافق. يا نسمه يا حبيبه قلبي، انا المهم عندي رضاك انت، وان كان على مناع حملي علي، مالكيش انت صالح، انا اعرف كيف اقنعه. انا رضاي من رضا اخوي وما عنديش كلام تاني. رايحه فين يا خلع قلبي؟ هروح، انا مش ناقصه حد يوعالي والدنيا تخرب. طب ما فيش تصبيرك دي على ما اشوفك تاني؟ اختشي يا همام، بطل قلة حي. انا قصدي يعني ياخد منك معاد تاني. لا انت مالكش امان، انا خاف على نفسي منك. خاف على نفسك مني انا؟ ده انا افديك براحي يا نسمة قلبي. بس وانا مش ناقصه حديد من اي مخلوق. ما حدش يقدر يتكلم عنك كلمه واحده. تعالي تعالي يا حبيبه قلبي، تعالي. على مهلك على مهلك، كل يوم نسمه انا هستناك هنا. اركبي. انت حر، عايز تستنى استنى، بس انا ما بجيش الا مره واحده في الاسبوع. اركب يا حبيبتي، منين ما تيجي هتلاقيني مستنيكي يا نسمه قلبي يا نسمه روحي. تعالي يا نسمه هوصلك للوادي. وصلني. يلا. السلاح دي لا يمكن يدخل لعيلة حسان حتى لو عايطير فيها رجال. لا إله إلا الله، ده إيه الحديث الماسخ ده؟ ما جيش إلا أنت يا شوقي عشان تتكلم نيابة عن البندرية؟ مدام كبرنا مش موجود، أي راجل من العيلة يدافع عن حقه. هو كان حدد أسلكم على طرف، افهموني كلكم، السلاح ده مش للقتل، السلاح ده عشان نحس بالأمان ونحمي نفسنا من الغدر والغدارين. وأنا بالنيابة عن العبايدة كلهم بقول ان السلاح ده مش هيدخل النشا الا اذا توزع علينا واحد واحد. السلاح قدامكم اهو، واللي يقدر على ثمنه يشتريه. وعيل لي الحديث ولا لا؟ السلاح ده سلاحنا وجايلنا مخصوص ودافعين حقه بالمليم. وكتاب الله ما يكون، السلاح ده يتقسم علينا يا اطلع برا النجا يا بندريه. هتفوتوا عيلة حسان تشتري سلاح تحطه على رقابكم؟ يا اخوانا مش معقوله الفوضى اللي انتوا فيها دي. المفروض العائلات كلها تجتمع وتحدد ايه هم اللي عايزينه في هدوء وبعقل. وهي عاد فيها عدل. يسمعوني كلكم وما عايزين يشرط كتير. هم كلمتين هنقولهم ويبقى جزره وقطمها جحش. السلاح ده انا اللي طالبه وطالبه ليكم كلكم عشان تحموا بيه زرعتكم، مش عشان تقتلوا بيه بعض. يتقسم بالعدل منه. يا اخوانا السلاح ده جاي للنجع كله ومش هيتفرق الا في ساعه الخطر بس، ويرجع يفلم تاني. بس السلاح ده لازم يكون تحت امر راجل واحد، لازم تجتمعوا وتختاروا مين هو الراجل ده. موافقين؟ موافقين. يلا اتفضلوا. كبرنا يا شوقي، استعجلوا من عند الجبل. لا اياك تقعد هنا، ده مكان اخوي حسان كبير النجع. انا اسف مش قصدي يا رجاله، مش قصدي. اقعد يا خواجه مع البندريه لحد ما همام يجي. ما تقولوا لنا جمعنا ليه ولا احنا مواشي؟ قول الجدع بيبطل تصوير، سيب المدعوك اللي في يدك دي. اصبر بس يا عم لحد ما همام يجي عشان الكلام يخلص مره واحده. اهو جاهو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. كيف تغويش الرجالة حبيبي صاحبي؟ اقعد. اقعد يا عمي. تفضل يا عمي. دلوقتي اسمعوني كلكم. أنا شايف ثلاث كراسي في الوسط كده، مش عارف دول بتوع مين. ده بتاع مين؟ حسان الله يرحمه. وده بتاع مين؟ بندار الله يرحمه. وده بتاع مين؟ عباد الله يرحمه. يعني كلهم ماتوا. ومن ساعتها ما اجتمعتوش في المكان ده. ده لأن عيلة حسان سابت زراعة الحشيش، ومن ساعتها مش لاقيين حاجة يتفقوا عليها معاكم. كلام زين، لكن هما دلوك رجعوا لأصلهم. رجعوا لأصلهم بس مش هنرجع زي زمان.
احنا هنشيل الكرسي ده وهنشيل الكرسي ده، هيفضل كرسي واحد، اللي هيقعد عليه هو اللي هيراعي مصالح النجع كله بدون تفرقة، وهيبقى هو ملك النجع. ومين اللي هيبدي عينه على علمه؟ اللي هتختاروه هو اللي هيبقى ملك النجع. مفيش حد ينفع للكرسي ده غير واحد من الاثنين، يا اما مناع يا اما همام، صح؟ صح. وكل عيلة تختار واحد منها ونعود نختلفوا تاني؟ ايه هو ده؟ وايه رايكم؟ ان انا بنفسي اختار مناع يكون كبيرنا، يكون ملك النجع كله. بس بطل حديث، كلنا عارفين قيمة مناع، هو الوحيد اللي بيعرف يطبخ الطبخة ويبيع الحشيش، وفوق ده وده عقله صاحي وواعي ومتعلم وحقاني. الساعة دي يا مناع هتكون انت كبيرنا وملك الجبل. يعيش مناع ملك الناجح. يعيش مناع ملك الناجح. يعيش مناع ملك الناجح. يعيش مناع ملك الناجح. أول هام بشكر صاحبي همام اللي فضلني عن روحه، وتاني هام لازم نصفي النفوس، وقبل ما ابقى كبيركم كلكم ونبقى عيلة واحدة لازم اجيب حق المظلوم. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. تقصد ايه يا كبيرنا كلنا؟ اقصد ان العبايد راح منهم 25 نفس غدر من البندرية، وانا حكمت على البندرية ونيابة عنهم همام يدفعوا 1,000,000 جنيه دية، ده إذا سمحوا العبايدة وجيب له الدية ويستسمحوا. وأنا نيابة عن العبايدة بقول إننا موافقين على حكمك يا كبير الناس. يا قولك يا صاحبي، أترضى بحكمي ولا بلاش منها القبرانية من أساس، وتفضل كل عيلة على حالها نفوسها طفح المرار وشايلة الطار. طالما نتصالح كلنا انا موافق، هدفع الدية وانا قدامكم كلكم بقول للعبايدة انا ما احقق لكم والمسامح كريم. والد ابوك يا صاحبي، والد ابوك. الله اكبر. في ايه يا زرزور ما تتكلم؟ سي مناع بقي ملك النجح. ايوه، وكلهم شايلينه فوق راسهم وبيلفوا به الناجح. يعني ايه ملك الناجح؟ يعني اشتراه بفلوس وبقى ملكه كمان؟ يعني حاجه كده زي كبير كبارات النجح. ايوه، وكلمته تمشي على الكل حتى همام كبير البندريه. ايوه، ومحدش يعصاله امر، ملك. وهمام قبل بكده؟ ما عرفش. في الأول عيلته كانت رافضة، لكن هو تنازل لسي مناع وقال أني أول واحد يطيعه، وفرض على عيلته كلها تطيعه قبل منه. وإيه يعني؟ ما طول عمر مناع وكلمته كانت بتمشي على همام وعلى أبوه وعمه دياب. لا ياما، ده كان زمان أيام ما مناع أخويا كان شايلهم في زراعة الحشيش وباعه. ما هو مدام رجعنا نزرع الحشيش من تاني يبقى الكل لازم يطيعه، يعني مش جميلة ولا حاجة. طب إيه قولك اللي سي مناع حكم على همام يدفع 1,000,000 جنيه للعبايدة دية ويستسمحهم كمان؟ همام توقف دي كمان؟ ايه اللي طوعه وحب على راس كبير يا عبايدة. لا كده يبقى الحكاية فيها إنا. لا يا أم سألين أنا، لا إنا ولا حاجة، ده حتى همام طول عمره بيحب مناع وبيسمع كلامه من وإحنا صغيرين. استغرب ليه مناع من اللي أنا عملته؟
خبرك زين يا همام، وعارف انك ممكن تتمسكن لو ليك مصلحة عندي، انما توقفك كده. شوف يا مناع، الحج ما يختلفش عليه اتنين، وكل اهل النجا عارفين قيمتك زين، واولهم انا وعيلتي. يعني مش هترجع تعرضني تاني يا همام في اي حكم احكمه؟ طيب يا مناع، انا هقولها ليك وقدام كل الرجاله دي، انت الملك يا مناع، وانا اول واحد هيطيعك، بس بشرط يا مناع صون كرامه عيلتي وتخليني الوزير بتاعك، والحكم يكون ليا في غيابك. ايوه اكشف عن اللي في نيتك يا همام، ما انت عارف ان مناع بيسافر لسوهاج وبيغيب هناك لمده طويله، وفي الحاله دي هتقعد انت هنا في النجع تحكم وتتحكم فينا وتبقى انت الكسبان. والله ما النجع كله يبقى عيله واحده انا موافق، شرط ان عم ناجي يوافق على كلمتك في غيابي يا همام. ربنا يبارك لك يا ولدي، هو ده الكلام. ماشي وانا راضي، نقروا الفتحه لك دي. الفتحه يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. امين. اضرب نار يا شوقي، اضرب نار يا شاهين. الحمد لله في لك الشمس. علينا رجاله، المهم نتقي الله في كل افعالنا. وربنا على الخاين والظالم وابن الحرام، والله المستعان. استاذن يا رجاله، عندي مصالح في سوهاج، والحمد لله هنزل انا واتطمن. وتعود ميتة كبير قبل الحصاد بامر الله. السلام عليكم. يلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اضربوا نار يا ود. مع السلامه يا ملك.